سجلت مملكه البحرين انخفاضا في اعداد الحالات اليوميه لفيروس كورونا. نعم حيث اعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 74 حاله قائمه جديده منها 17 حاله لعماله وافده و 49 حاله لمخالطين لحالات قائمه اضافه الى ثمان حالات قادمه من الخارج في حين لم تسجل أي حالة وفيات خلال اليوم فيما أعلنت الوزارة التعافية 63 حالة إضافية ليبلغ العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى 661 حالة